نعم، في الحقيقة أعتقد أن اللاعب الرئيسي هو الصين. عندما تحدثت أنهم يجب أن يقنعوا إيران ولكننا رأينا بأنه لم يكن هناك نجاح للمحادثات ما بين الصين وطهران، واليوم ولأسباب منفصلة تماما عن الحرب في غزة أو حتى ما يحصل في مضيق باب المندب، فإن أسعار النفط منخفضة نوعا ما والطلب على النفط قد انخفض وخفض عفوا قد خفض من العرض العالمي للنفط، والأسعار مستقرة، وبالتالي السعر النفطي اليوم منخفض. وبذلك فإن الصين حقيقة قلقة حول سلاسل الإمداد العالمية وحول ازدياد تكلفة التجارة الذي سوف يكون نتيجة لهذه الظروف، وهم لديهم حقيقة تأثير على إيران إن رغبوا بذلك. 90% من النفط الإيراني المهرب والتي هي 2 مليون برميل يوميا التي تبيعها خلافا للعقوبات الأمريكية، 90% من هذه الكميات تشتريها الصين. في الحقيقة هذه نسبة صغيرة من كامل الإمدادات التي تشتريها الصين، هي فقط 10% من طلبهم، ولكنها نسبة كبيرة مما تهربه إيران. فإذا أرادت الصين أن يكون لها تأثير فيمكن أن تؤثر فعلا، ولكن يبدو بأن هذا شيء هام جدا لإيران. في الغالب نحن للأسف نردع أنفسنا ونقول، والولايات المتحدة تقول ذلك دائما، إذا استجبنا بطريقة معينة فسوف تندلع الحرب، ولكننا بعد أن رأينا ما حصل ما بين إسرائيل وحزب الله وهذه الهجمات الإسرائيلية الأكثر جرأة في لبنان لم تؤدي إلى الحرب، وهذا لأن إسرائيل لم ترد أن تشن الحرب. نفس الشيء ورأيناه عندما قامت الولايات المتحدة بالهجمات ضد الحشد الشعبي، وهذا لم يؤدي إلى اندلاع الحرب، أما وقد أدى ذلك إلى بعض المشاكل، ولكن إيران لا تريد الدخول في الحرب. فبالتالي يجب أن ننظر إلى الخطوات التي سنتخذها على أنها خطوات ضرورية لندافع عن أنفسنا بشكل استباقي، وأيضا لنرفع التبعات التي سوف تواجهها إيران. يجب علينا ليس فقط أن نهاجم الأذرع بل أن نواجه إيران مباشرة. هذا لا يعني بالضرورة قتل عدد من الناس، بل يجب علينا أن نزيد من السعر الذي تدفعه إيران، ويجب أن لا نردع أنفسنا عن ذلك.